مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. خطة التنمية الشاملة خطة متكاملة في جميع ركائزها، وتأتي على رأس أولويات هذه الخطة الرعاية الصحية عالية الجودة، والتي تحرص وزارة الصحة عبر كوادرها وطواقمها لتنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الموضوعة على أكمل وجه. جهود وزارة الصحة مستمرة بلا كلل ولا ملل في تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير بيئة تخزين آمنة وفعالة للأدوية والمستهلكات الطبية، بما يتماشى بالتأكيد مع رؤية الكويت لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين. المزيد في هذه الحلقة من بانوراما تنموية، ولكن بعد هذا الفاصل. ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية الكريمة للمواطن والمقيم، افتتحت 3 عيادات إسعاف بمجمع الأفينيوز التجاري لرعاية مرتدي المكان الذي يعد أبرز الوجهات السياحية في دولة الكويت. وبحضور السيد الدكتور عبد الله الفرس، وكيل مساعد وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية المساندة، والدكتور أحمد الشطي مدير إدارة الطوارئ الطبية، نوقش خطة تطوير عيادات مجمع الأفنيوز وخطة تشغيل العيادات. ويحتوي مجمع الأفنيوز على 3 عيادات إسعاف و6 مواقف إسعاف، كما تخدم هذه العيادات نحو 140 ألف زائر للمجمع يوميا، وترتفع الأعداد خلال أيام العطل والأعياد ونهاية الأسبوع لما يتجاوز 220 ألف زائر، إذ يعد مجمع الأفنيوز من أبرز الوجهات السياحية في الكويت. واتفقت وزارة الصحة مع إدارة المجمع لنشر ثقافة ومهارات الإسعافات الأولية عبر إقامة ورش إسعافات أولية للعاملين بإدارة الأمن والسلامة بالمجمع ومرتدي عبر الفعاليات الصحية الدورية المتنوعة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والمزيد حول افتتاح عيادات الأفنيوز ينضم معي عبر اتصال هاتفي عبد الناصر الطاحوس، رئيس مركز علي ثنيان الغانم ومشرف عيادات الأفنيوز. أستاذ عبد الناصر، أهلا ومرحبا فيك معنا. وفي البداية، نرى نشاط وزارة الصحة لدعم ركيزة الرعاية الصحية، والتي تندرج بالتأكيد ضمن خطة التنمية الكويتية. قبل فترة رأينا تدشين مشاريع جديدة، والآن افتتاح عيادات في الأفنيوز. حدثنا أكثر عن هذا النشاط. يا هلا ومرحبا، حياكم الله. عندنا بخصوص افتتاح العيادة، تم افتتاحها في شهر 7. هذه العيادة تعتبر الثالثة، العيادة الأولى كانت في 2007، العيادة الثانية في 2015، والعيادة هذه الجديدة الثالثة هي اللي بين معانا في الوقت الأخير بحاجتنا إلى عيادة ثالثة. نعم، 3 عيادات إسعاف كما ذكرت بمجمع الأفنيوز، كيف تم الإعداد لهذه الاستراتيجية؟ بخصوص هذه الاستراتيجية والافتتاح، فيما أكثر هذا الوضع بخصوص الحالات وكثرة الحالات في مجمع الأفنيوز. رواد الأفنيوز في الأيام العادية ما يقل عن 60 ألف، في العطل يوصل إلى 140 أو 160 ألف زائر إلى هذا المجمع. نعم. فهذه الأشياء هي اللي اضطرتنا أن نفتح عيادة ثالثة لزيادة الطلب وكثرة الحالات في المجمع، تقديم خدمة الأفضل. نعم، وما هي التخصصات التي تتضمنها هذه العيادات؟ هي في الأساس الطوارئ الطبية، هم فنيين طوارئ طبية المتقدم دبلوم، فيهم برامج وفيهم ماجستير طوارئ طبية. نعم، ومجمع الأفنيوز كما ذكرت أستاذ عبد الناصر يعتبر وجهة سياحية في دولة الكويت، ويعد من الوجهات 3 الرئيسية في البلاد. هل العيادات قادرة على استقبال هذا العدد الكبير من الناس؟ نعم، احنا حاليا تقريبا قادرين على السيطرة أو قادرين على أن نقدم خدمة أفضل، وفي صدد تطوير هذه الأشياء في
توفير سيارة إسعاف أو نقطة إسعاف ثابتة في الموقع لأسرع وتقديم خدمة أسرع وأكبر. نعم سمعوني؟ صوت مو واضح. نعم نعم نسمعك، أسمعك بوضوح أستاذ عبد الناصر. اي نعم، الحالات اقول لك كان عندنا تقريبا توصل الى مو اقل من 60,000 بدايتها الى 160,000 تقريبا. نعم. وجميع الحالات، في حالات كسور، حالات سقوط، حالات حروق، مجمع كبير وفيها فندقين وفيها العاب للاطفال وفيه صالات تجلد وفيه نادي وفيه مطاعم وفيه، وجميع الحالات تتواجد في هذا المكان من مراجعات سواء القياس اللي هو السكر والضغط الامور العاديه الى حالات الاصابات تصل الى حالات خطره متنوعه. نعم. ومسعفين متنوعين، في عندنا مسعفين رجال وفي نساء لتقديم خدمه افضل. نعم، تشير الارقام كذلك استاذ عبد الناصر الى التعامل من قبل عيادات الافنيوز مع اكثر من 4500 حاله. ابرز هذه الاعراض الصحيه التي تم التعامل معها، ممكن تذكر لنا اياها؟ هذه مو 4000، تصل اكثر من هذا، اذا الاعداد السنوي اكثر من 40,000 يعني. نعم. هم الحالات عندي تقريبا تصل في الايام العاديه 60,000. قياسنا احنا في يناير 609 حالات، منها 10 تم نقلها، وفي فبراير 565، في مارس 644، وفي ابريل 660، في مايو في اخر الاسبوع وصلنا الى 700 وفوق 720 حاله، وتم نقلها تقريبا 20 حاله تم نقلها الى المستشفى. نعم، وذكرت قبل قليل الأستاذ عبد الناصر أن هناك خطط مستقبلية للتوسع بشكل أكبر وخدمة الأماكن السياحية والوجهات الجاذبة في دولة الكويت، خاصة وأنها تدعم توجه الدول في مجال السياحة. صحيح، أن في خصوص التطوير في الأفنيوز قلت لك احنا الخطة الجاية الحين توفير نقطة إسعاف سرعة نقل الحالات المحتاجة أو الحالة الحرجة إلى مستشفى في أسرع وقت، وتدريب الطواقم الأفنيوز في الإسعافات الأولية لتجنب أي حالات كوارث أو حالات يتم وصول هيئة طبية أو استلام طريق الطوارئ الطبية. نعم، بالتأكيد التخطيط لمثل هذه الإجراءات وافتتاح العيادات بمثل هذه الأماكن يتطلب تعاون بشكل كبير مع القطاع الخاص، كلمنا أكثر عن التنسيق الذي يتم قبل هذه العملية. بخصوص التنسيق، هو التنسيق على أعلى مستوى، يصل إلى السيد الدكتور الوزير أحمد العوضي، الوكيل وكيل مساعد عبد الله الفرس، مديرنا وزارة الطوارئ الطبية الدكتور أحمد الشرطي، ومراقبنا عبد الله خلاص قائد منطقتي بخصوص اللي عندي اللي ماسكين احنا الافنيوز اللي هو ضاوي العادلي، على اعلى مستوى مع اداره الافنيوز يتم التنسيق والترتيب والتنظيم بخصوص توفير افضل الامور وافضل الحالات لخدمه المواطنين وخدمه الناس المتواجده في الافنيوز. نعم، عبد الناصر الطاحوس رئيس مركز علي ثنيان الغانم ومشرف عيادات الأفنيوز، شكرا جزيلا لك. عززت وزارة الصحة مشاهدينا مفهوم التغطية الصحية الشاملة من خلال مشاريع صحية استراتيجية حديثة، أبرزها مراكز غسيل الكلى في المنطقة الجنوبية، تحديدا في ضاحية علي صباح السالم ومدينة صباح الأحمد السكنيتين. ويأتي افتتاح مراكز غسيل الكلى ضمن منهجية وزارة الصحة عبر التوسع في الخدمات التخصصية على طريق خدمات طبية متطورة ورعاية فائقة.
مفهوم التغطية الصحية الشاملة الهدف الأسمى لمشاريع وزارة الصحة الاستراتيجية الحديثة، وأبرزها مراكز غسيل الكلى في المنطقة الجنوبية، تحديدا في ضاحية علي صباح السالم ومدينة صباح الأحمد السكنيتين، إذ عزز افتتاح هذه المراكز المنظومة الصحية للمرضى من خلال خدمات طبية متطورة ورعاية فائقة. مركز غسيل الكلى في مدينة صباح الأحمد نقلة نوعية جديدة في الخدمات الصحية المتطورة، يأتي تعزيزا لركيزة جودة الخدمات الطبية التي جاءت بها خطة الدولة التنموية كويت جديدة. افتتاح مراكز غسيل الكلى يأتي ضمن منهجية وزارة الصحة التي ترتكز على تطوير الخدمات الصحية والطبية بالبلاد عبر التوسع في الخدمات التخصصية الجديدة، سعيا لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. مشاريع وزارة الصحة في المنطقة الجنوبية، وهذا المركز الآن هو المركز الثاني للغسيل الكلوي الدموي بعد مركز أم الهيمان الذي افتتح قبل شهرين. في هذا المركز في صباح الأحمد قطاع إي، جاء بجهود وبتوجيهات من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ورؤيته لاستكمال الخدمات الصحية في منطقة في المنطقة الجنوبية. نقلة وتسهيل وتطوير في الخدمات المقدمة لمنطقة لساكني منطقة صباح الأحمد، كون المنشأة الصحية قريبة من سكنهم يقلل من مشقة التنقل من صباح الأحمد إلى مستشفى مبارك أو مستشفى العدان. فتتخيل أن مريض ينطر ثلاث مرات بالأسبوع يسوي غسيل كله، ينتقل بالسيارة لمدة 40 دقيقة أو ساعة باتجاهين. كون المستوصف قريب من سكنهم هذا يوفر لهم ويقلل من مشقة التنقل. الاهتمام بعلاج مرضى الكلى وتسهيل وصولهم للخدمات الصحية المطلوبة يعد من أولويات وزارة الصحة، وذلك من خلال توفير العديد من المراكز القريبة من سكن المرضى وتوفير أحدث الأجهزة والأدوية وإعداد الكوادر المتخصصة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة تحقيقا لرؤية كويت جديدة. وفي الوقت الذي تتوالى فيه المشاريع الصحية في البلاد، افتتح وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مركز المستودعات الطبية الجديد في منطقة الأحمدي الصحية، تحقيقا للمنظومة الطبية الجديدة. ويهدف المشروع الجديد إلى دعم المخزون الاستراتيجي الدوائي في البلاد من جانب، والحفاظ على صلاحية وسلامة الأدوية من الجانب الآخر، وتوفير الوقت والجهد على المرضى للحصول على وصفاتهم الطبية بأسرع وقت ممكن. وزارة الصحة تستمر في تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير بيئة تخزين آمنة وفاعلة للأدوية والمستهلكات الطبية، وتجلى ذلك من خلال مشروع المستودعات الطبية الجديد الذي دشنه وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، بما يتماشى مع رؤية الكويت لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين. المخزن بمساحة 11000 متر وبارتفاع 14 متر وبطاقة تخزينية 8000 وحدة أي 8000 بالة. يحتوي المخزن على 4 غرف مبردة وغرفة للعزل للمواد القابلة للاشتعال. كذلك يوجد في الدور الثاني مكاتب إدارية تلبي حاجة الموظفين. الجدير بالذكر أن تم ربط هذا المخزن مع إدارة نظم المعلومات وكذلك إدارة المستودعات الطبية لمتابعة المخزون والصرف. هذا المخزن 80% راح يكون أدوية و 20% مستهلكات ومواد مخبرية فقط. هذا المخزن راح يكون مخزون استراتيجي لتوفير الأمن الدوائي. مشروع المستودعات الطبية الجديد يشكل جزءا رئيسيا من مشروع مستشفى العدان، يضم مناطق لتخزين الأدوية وأخرى لتخزين المستهلكات الطبية مجهزة وفق أفضل المعايير العالمية لضمان جودة وسلامة المواد المخزنة، خاصة فيما يتعلق في المخزون الاستراتيجي الدوائي.
هو إنجاز وايد حلو، يكفي إن إحنا كثر ما نقدر نتفادى الأخطاء اللي كنا نشوفها بالمستشفيات القديمة، منها إن الناس تضطر تدش المستشفيات القديمة وتنطر لتاخذ أدوية بكمية كبيرة. اليوم إحنا سوينا مبنى كامل مكان متخصص للناس يأخذون اللي يبونه من الأدوية من غير ما يضطرون يدشون المستشفى، يكون أوريدي عندهم وصفة ويأخذونها من المستودع. وزارة الصحة تربط المستودعات الطبية الجديدة مع إدارة نظم المعلومات لتسهيل متابعة عملية صرف الأدوية إلكترونياً. دشنت وزارات وجهات الدولة الحكومية صباح اليوم إثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي أو ما يسمى بالبصمة الثالثة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس وديوان الخدمة المدنية. ويأتي القرار انسجاما مع تكليف مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل. انسجاما مع تكليف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي وفي مقار العمل، دشنت وزارات وجهات الدولة الحكومية صباح اليوم إثبات البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي أو ما يسمى بالبصمة الثالثة على طريق تحقيق الإدارة الحكومية الفاعلة. هذا القرار جاء بالوقت المناسب بصراحة، يعني إحنا كرؤساء أقسام وكمدراء هني نحتاج أن الموظف يتواجد بصورة أكثر في مكان العمل، خصوصا إذا كانت الإدارات تستقبل المراجعين، يعني الإدارات الخدمية نحتاج أن الموظف يكون متواجد دائما. وبصراحة البصمة الثالثة يعني خلت الموظف يكون حريص على الحضور أكثر، وأعطت حق المدراء أن هم يسيطرون أكثر على الوضع، فالمدير الحين عنده فرصة أنه هو يراقب الموظف أكثر ويعرف منه الموظف الكفاءة اللي حريص على الحضور وحريص على أنه يكون متواجد في مكان عمله. أنا أتوقع أن إنتاجية الموظف راح تزيد لأنه هو يكون مستعد ومتواجد في مكان العمل، فأعتقد أن هذا الربط راح يكون إيجابي وراح يكون في مصلحة الجهات الحكومية وراح تساعد الموظف والإدارة أيضا حق الوصول حق الأهداف اللي هي أهداف التنمية وأهداف التطور. أتوقع قرار صعب. بصمة التواجد أتوقع أنها ما تضر في الموظف اللي يداوم يوميا، هي يعني انحطت عشان بعض التسيب في بعض الإدارات أو بعض الوزارات اللي بصم ويمشي وكذا، هذه حدت منها الحمد لله. فبصمة التواجد اللي هي البصمة الثالثة ما تضر الموظف اللي هو مبصم وردي ملتزم في عمله، نقطة يعني حلوة للالتزام بالعمل، الانتاجية يكون الموظفين موجودين، كان في انتاجيته وفي تواجد الموظفين اجبارا يكون متواجد في مقر عمله. موظفو جهات حكومية اشادوا بقرار اثبات البصمة المرنة للتواجد اثناء الدوام الرسمي او ما يسمى بالبصمة الثالثة، مؤكدين انه سيساهم في ضبط العمل وزيادة انتاجية الموظف في الجهات الحكومية. صراحة الحين احسن ان بذات الموظف يعني الحين مثلا ممكن يعني شغله يصير احسن وشغله يصير زيادة ويكون متوفر اكثر مكان شغله، يعني مو مثل مرات ممكن تي يعني في موظفين مثل مرات ممكن تلاقي ممكن ما تلاقي، فانا قصدي ان الحين لا ممكن تلاقي اكثر مكان شغله وحتى طريقه انتاجه حق شغله يكون احسن. تشتغل احطك على راسي واحط لك امتياز، ما تشتغل على ادائك احط لك ضعيف احط لك جيد، انت اذا تشتغل احطك فوق راسي، هذا اول شيء، لان احنا كلنا بخدمه هالبلد الطيبه. والله انا ايد البصمه وهذه خطوه ايجابيه وما مانع من البصمة الثالثة نهائية بالوقت المناسب، وفي تغير ملحوظ تبارك الرحمن بجميع الوزارات وبكل مكان أروح له وراجعه، إلا الناس ما شاء الله مداومة ومدي عملها بكل رضا، وعسى ما سألت في الديوانية الكل ميت.
ديوان الخدمة المدنية أكد أنه يتعين على الموظف إثبات وجوده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي بإجراء البصمة الثالثة خلال 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه تحقيقا لمصلحة العمل. تواصل الهيئة العامة للغذاء حملاتها التفتيشية على الأسواق المركزية والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية من أجل فحص الأغذية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. فبعد متابعة الوضع الغذائي في المباركية نفذ مفتشو هيئة الغذاء حملة جديدة على سوق ومحلات بيع اللحوم في الشويخ الصناعية وضبطت لحوما فاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحالت أصحابها إلى الجهات المعنية في البلاد. الهيئة العامة للغذاء والتغذية تواصل حملاتها التفتيشية على كافة الأسواق والمراكز الغذائية في البلاد للكشف على صلاحية الأغذية. فبعد متابعة الوضع الغذائي في المباركية تأتي منطقة الشويخ الصناعية كمحطة جديدة للتأكد من صلاحية وسلامة الغذاء. الهيئة العامة للغذاء والتغذية حريصة على صحة وسلامة الناس ووصول غذاء آمن للمستهلك. تم وضع خطة عمل بناء على تعليمات مدير الإدارة السيد علي هاشم الكنديري لتنفيذ هذه الخطة، وجاءت النتيجة بصدور عدد 12 قرار إداري بغلق المنشآت الغذائية وذلك لارتكاب المخالفات الآتية، منها بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تغيرت خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة بناء على الكشف الظاهري بما نصت عليه اللائحة التنفيذية 20 لسنة 2017، بالإضافة قيام المخالف بنزع تواريخ الصلاحية للذبائح وذلك لمنع من كشف عملية الغش. تم مخالفة منشآت غذائية لا يوجد لديها ترخيص صحي وتعتبر من المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح فتح منشأة غذائية دون الحصول على ترخيص صحي صادر من الهيئة. مفتشو هيئة الغذاء يضبطون لحوما فاسدة في أسواق الشويخ الصناعية ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويغلقون عشرات محلات الجزارة وإحالة أصحابها إلى الجهات القانونية في البلاد. رسالة وجهها حق المستهلك أن لا يسترخص يشتري لحم رخيص، يروح يشوف اللحم تواريخه جديدة ذبحته أبو يوم يومين ثلاثة يأخذ لحمة، لا يأخذ لحم قديم. تم ضبط لحوم استرالية وعجول طبعا غير صالح للاستهلاك الآدمي، كانت طايف على تواريخ أكثر من أسبوعين ثلاثة ووصلت لحالة سمية مثل ما يقولون، متغير بالخواص والشكل والرائحة غير صالح للاستهلاك الآدمي. الأسواق المركزية ومحلات بيع الغذاء تحت مراقبة صارمة من مفتشي الأغذية على مدار الساعة. ساهمت الجهود الكبيرة التي بذلتها قطاعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في خفض الأحمال الكهربائية خلال الفترة الماضية بعدما وصلت إلى المؤشر الأحمر في منتصف فصل الصيف. ولعبت الحملة الوطنية لترشيد استخدام الطاقة التي جاءت تحت شعار وفر وبرنامج حافز دورا محوريا في توعية المستهلكين تجاه ترشيد الاستهلاك، مما انعكس إيجابيا على مؤشر الأحمال وصولا لمعدلاتها الطبيعية. الأحمال الكهربائية تسير في العد التنازلي للعودة إلى معدلاتها الطبيعية على إثر انخفاض معدل استهلاك الطاقة في الوقت الحالي عن منتصف فصل الصيف بعدما وصل إلى المؤشر الأحمر، وكل ذلك بفضل استجابة المستهلكين لحملات الترشيد. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة وفر لديها عدة أهداف، وأهم الأهداف الرئيسية هو توعية المستهلكين أو العملاء ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك من خلال طرق بسيطة ممكن يستخدمونها وأدوات ترشيدية وأجهزة ذات كفاءة عالية تعنى بالطاقة بكفاءة الطاقة الكهربائية، من خلالها يتم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. شهدنا تقليل بالأحمال الكهربائية وذلك من خلال الحس الوطني. فكرة الجناح هنا هو جناح لمنزل مصغر نستعرض فيه بعض الأجهزة الإلكترونية والأدوات المرشدة،
ومن أهم هذه الأشياء اللي احنا ننصح فيها طبعا مرشد المياه. هذا مرشد الماي متوفر في السوق، طبعا يوفر لنا الماي لنسبة تصل إلى 80%. فكرة هذا المرشد أنه هو يضخ فقاعات الهواء مع الماي. الحملة الوطنية للترشيد استخدام الطاقة التي جاءت تحت شعار وفر وبرنامج حافز لعب دورا محوريا في توعية المستهلكين تجاه ترشيد الاستهلاك، مما انعكس إيجابيا على مؤشر الأحمال الكهربائية في مختلف محافظات البلاد. طبعا برنامج حافز للترشيد هو برنامج يحفز المستهلك انه يوفر من الكهرباء والماء. اذا وفر بالكهرباء والماء الوزارة راح تعطي المستهلك حوافز مادية. القطاعات المعنية في وزارة الكهرباء والماء والطاقات المتجددة تراهن على وعي المستهلكين في الاستمرار بترشيد استخدام الطاقة من منطلق وفر لتدوم. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بانوراما تنموية. نترككم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.